أعيد الشعب الجزائري السيد والأبي، إذا كان انتخبت كرئيس جمهورية أنا نمشي للانتخابات تشريعية حقيقية في ظرف لا يتعدى سنة، ثم ماذا؟ ثم الحكومة اللي نعينها في البداية، حكومة في البداية بعد انتخابي حكومة تفتح سياسي، وثالثا مجتمع مدني، نقابات حقيقية نقية نظيفة. هذه الحكومة يرجع لها شرف، ماذا؟ شرف إعادة النظر في قانون الانتخابات لتحسينه، وشرف كذلك مراجعة قانون السلطة المستقلة كذلك لتحسينه بما يرضي الطبقة السياسية. وأول قرار يتخذه، أستمعوا لكل المعارضين ولا أقصي أحد من هذا الحوار، وهذا كلهم المقترحات اللي يجيبوها، القوانين هذه كلها تنبثق منهم ترضية، موش ترضية لهم، ترضية لإرادة الشعب الجزائري.